كيف حالكم يا أولاد؟ بابا، كنا مفجوعين وخايفين كثير. لا 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 تخافيش يا حبيبتي، أنا كلمت جارنا العم محمد ينتبه لكم ما يخلي أحد غريب يقرب للبيت. يلا 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 قوموا تجهزوا علشان أخذكم معي. ها؟ طيب يا بابا، ماما وجدة وينهم؟ وامي وينها؟ بنروح عندهم الآن، الحمد لله قد معانا طفل جديد. ها؟ يلا يا سالم اتحرك علشان لا نتأخر. ها؟ تمام يلا بقوم الآن. أهلاً 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 بحبايبي. أهلاً أهلاً يا جدة. وسالم ليش ساكت وما يرد على جدة؟ بدخل اطمن على ام سالم. ما اعرفش ليش انت زعلان مني يا سالم، بس انا فرحانه اليوم لانه قد معنا طفل جميل يشبهك. ايش؟ من يشبه؟ وليش ما يشبهني انا يا جده؟ بدخل اشوفه بنفسي. فرح ما بتفهم جدتها مثل ما بيفهمها سالم. لحظه لحظه يا فرح، امك الان عادها ترضع اخوك الصغير وما يصلح ندخل يا حبيبتي الآن. لحظة أروح أشوفها وأرجع لكم. وين رحت يا سعدون؟ ها؟ أسامة؟ كيف لك جيت؟ كيف لي جيت؟ مثلكم أنتم جيتم، أما أنا دائما أكون موجود هنا، أصلا هذا المستشفى حقنا. لا تصدقوا، أصلاً أبوه بيشتغل دكتور في هذا المستشفى، وهو علشان كذا فاهم إن المستشفى حقهم. هو بس أسامة يحب يبالغ في كلامه أحياناً. هيا هيا تعالوا، قد شفت هناك أخوك الصغير مع أصحابه يا سالم، وعرفته لأنه يشبهك كثير. أخي، بس جدتي قالت. هيا هيا هيا. لا تقلقي، لو حليب أم سالم الطبيعي ما كفاش، فأنا بجيب لك علبة حليب من الصيدلية، نوع ممتاز ومضمون وقد جربته. إيش تقول يا أم سعدون؟ ما فيش أفضل من الرضاعة الطبيعية. لما ولدت بنتي بسالم كانت فين الأولاد؟ أيوة، وين الأولاد؟ تعالي ندور عليهم بسرعة. Ah.
هيا هيا، أول شي لازم نلبس هذه الحاجات. لو سمحتي، شفتي أطفال مروا من هنا؟ ها؟ لا والله ما شفت أي أطفال في المكان هذا. ها؟ وين ممكن يكونوا راحوا؟ اليوم سعدون لازم يتعاقب. خلونا أول نفكر كيف بنلقاهم وبعدين سهل. خلاص راجع اللي قلت لك عليه. حاضر برجع الآن. ها؟ كيف حالك يا دكتور؟ أهلا أهلا يا أبو سالم، أنا بخير والحمد لله. يا أبو أسامة، إحنا قلقين على الأولاد، ما نعرفش فينهم ولا عاد حصلنا واحد. إيش؟ من الأولاد؟ سعدون وأسامة وسالم وأخته فرح. خير لا تقلقوا شبال، لاقيهم، تعالوا معي. تعال بساعدك تلبسها. خليك في حالك، أنا أعرف كيف ألبسها من قبل ما تعرف أنا. تعالوا تعالوا شوفوا، هو هذا أخي ولا لا؟ لا لا، هذا طفل جميل وما يشبهك. ها شوفوا، هذا هذا يشبه سالم. الله ما أحلى ويشبهني. قل لي، شفت أطفال خرجوا من هنا؟ لا يا دكتور، ما شفت أي أطفال. إذا لا تقلقوش، عادهم داخل المستشفى وبنلاقيهم، اطمنوا. انتظروا شوية، بدور عليهم كاميرات المراقبة. فلتيني. ايش بتعملي هنا؟ ايش معك تحت الحضانة؟ كلكم هنا؟ ايش بتعملوا؟ وليش دخلتوا؟ فلتيني، احنا بندور على اخي المولود. انا ابي دكتور في هذا المستشفى، ومسموح لي ادخل اي مكان اشتي. اما انت يا اسامة فابوك بيعاقبك اكثر، وانت عارف. صح. هيا امشوا بعدي كلكم ذا الحين، وقولوا لي من اين جيتم بالضبط. قد لقينا الأطفال ورجعناهم الآن إلى غرفة الأم. أوه الحمد لله الحمد لله. وين كنتم يا أولاد؟ قد دورنا عليكم. هذه اللحظة تحتاج نوثقها بصورة. نعم، هذه اللحظة وكل لحظات عائلة أبو سالم تستحق توثيقها، خصوصاً لحظاتهم هذه اللي كانت فيها البداية السعيدة.